يوم لا ظل إلا إلا ظله. يا ما بتكون فرحتنا يوم نرى نحن وشيوخنا وعلماءنا محيطين بالحبيب صلى الله عليه وسلم، محيطين بالحبيب صلى الله في ذلك اليوم الكبير، يدخلنا تحت شفاعته تحت كنفه، يرضى عنا ويفرحنا، يرانا كلنا في المجمع الكبير. أمتي أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، عليهم نور النبوة ونور الطاعة ونور العبادة. الله يدخلنا في هذه الأمة ويجعلنا مع هذه الأمة في الدين والدنيا والآخرة، ويحفظ لنا علماءنا وصلحاءنا وأشياخنا وأحبابنا ومحبينا وأهل الظاهر وأهل الباطن وأهل المعرفة وعوام الأمة، والمحب والمبغض والذي يحبنا والذي يبغضنا. وسع اللهم لنا ولهم المشاهد. الذي قد كان نار